فهو ده بس اللي مأثر فيه، حتة انه الاصدقاء الاعزاء جدا جدا جدا. وانا يعني عايز اقول حاجة تانية، انه ما احبش اللي ما يكونش معايا يبقى ضدي. ما تحبش كده؟ علاقتي بيك خاصة. انا حاسس انك بتوجه كلامك لشخص. لا يعني انا برضو هتكلم كلام مش عايز اقول اسماء، ولا تجبرني ان انا اقول اسماء. عمري ما اعمل كده خالص. لانه انا يعني واضح ان انت يعني معبي. لا شايل يعني. لانه القدر كان عالي وغالي. وانا عمري من الذكاء حتى انه لما يكون حد كده عزيز عليك هيفضل عزيز عليك طول العمر، حتى لو حصلت الفصلة دي مثلا. فانا بقول يعني بس هو ده اللي اللي كان شوية يعني، زي مثلا برضو النهاردة انا يعز علي أسامة نبيه قوي، لان انا على الترابيزة وفي المطبخ وشايف قد ايه هو امين وقد ايه هو راجل وبيواجه وشاطر. ويعز علي ان هو صعبان عليك، فكتبت كلمتين جماهير النادي الاهلي بعضهم يعني اساء التصرف لأسف. والتعبير لأسف. ولكن انا هم دول على دماغي من فوق، دول انا اتربينا. انا عندي 17 سنه دلوقتي 59 سنه. فهمهاني بقى كابتن احمد، فهمهاني ارجوك فهمهاني. انا استغل ان حاجه دخلت في موضوع كابتن اسامه نبيه، لان هم في موضوعين كفه ميزان بالنسبه لي. الموضوع الاولاني ده الكلام اللي حضرتك كتبته للكابتن اسامه نبيه، قربه لنا يا شباب لان انا عمري ما هشوف. ماشي اخي وصديقي، انا اكتر حد في الدنيا اعلم انك راجل ونضيف، راجل ونضيف وبعيد كل البعد عن كل الاتهامات التي تنسب اليك، واعلم ايضا كم الانتقادات التي ستطالني انا شخصيا جراء ذلك، ولكنها شهاده امام الله عن اسامه نبيه اتحدث. راجل انت كابتن احمد برضو راجل. وهقول لك ليه بصراحه، ما انا بحب اتكلم بصراحه شديده جدا جدا. يعني اصل جمهور الفيسبوك، جمهور الفيسبوك لا انا مش مختلف شويه. لا لا كابتن ناجي معلش، انا لو حتى عند حضرتك حرج انا هقول، انا جمهور الفيسبوك وجمهور تويتر شويه ما عندوش فكره ابجديات التعامل الاخلاقي بامانه شديده، فممكن تلاقي شتايم من كل حدب لا وفي ناس برضو وصوب. لا وفي يعني ناس بتتكلم بشكل متعقل جدا، لكن هو الحكايه انه ايوه بس انا بس في الجزئيه دي قبل ما تهرب مني عشان هروح لتفصيله تانية. ما هو لما حصلت تصريحات حضرتك مع اللي هي اتقالت وفسرت باي حال من الاحوال عن شريف اكرامي، جمهور النادي الاهلي هاجمك بشكل غير طبيعي. خلي بالك انا، انتوا بتتكلموا عن شريف اكرامي اللي انا بمرنه من عنده 8 سنين، اللي هو الجون الوحيد اللي معايا في هناك في الجابون. يعني هل انا عايز اخسره ولا انا عندنا هنلاعب المغرب ودول عرب ولما يكونوا عارفين ان الحارس التاني بتاعي متعور ويخشوا في عصام الحضري يخبطوه عشان يلعبوا المتعور، فانا بقول لهم لا ده مش متعور، ده سليم والحمد لله بقى سليم وبقى كويس. دي وجهه نظري انا، ده مش ده حته مني، ده تفسير انا اول مره اسمعه من حضرتك يعني. وكويس ان حضرتك بتفسر للناس يعني، فاهم انت ازاي؟ ولكن جمهور النادي الاهلي يعني ايوه، ما هو برضه اللي ساهم في ان الموضوع يبقى بالشكل ده هو تصريحات شريف تاني يوم على تويتر. قال لي انا كابتن، قال لي كده بس، قلت له انا شريف انا يعني وجهه نظري كانت كذا 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 كذا، قال لي كابتن انا هوضح عشان ادافع عن نفسي. فطبعا ما لقيتش بد، هو كبير. قلت له خلاص وضح براحتك ما فيش مشكله، حتى ابني لما بيغضب مني او بياخد موقف مني في حاجات وده بتحصل، والولاد كبار يعني مش صغيرين. ايوه احيانا بيحطوا عليا واحيانا يزعلوا. لا ما فيش مشكله خالص، لكن المساله خدت بعد ما هوش البعد اللي انا كنت عايز اوصله للناس او اوصله للمنافسين. انه احنا عندنا جونين سلام والحمد لله تمام ومفيش مشاكل، والشريف بيتمرن وبقى سليم. هو دي كانت وجهه نظري، يمكن كنت منفعل في الرد، منفعل شويه لانه عايز اعمل استرس عليها انه سليم، انه سليم، انه سليم، فاهم؟ اي وبعدين كمان حاجه بتقول تقلصات، فالتقلصات دي اكيد لا طبعا يعني مؤلمه على العضله وكل حاجه، بس بتاخد يومين ثلاثه اربعه زي ما حصل كده بالظبط. وهو كمان كان مستعد يعني يضحي ويشتغل، بس لا ما عنديش غيرك، ما عنديش غيرك وعصام بيلعب وانت لازم تكون موجود. والحمد لله قبل مباراة غانا كان موجود والحمد لله. في الفترة دي الأمور مشدودة هنا في مصر، البيت والأسرة وأولادك ومحبينك، الناس زعلانة منه، في جانب احنا ما بنشوفوش يعني، جانب في النهاية
الاعلام والجمهور تحديدا كمان في جانب غير مرئي بالنسبه له، والجانب ده يمثل بالنسبه له. هو المساله كمان ابراهيم انه طبعا. يعني انا ما كنتش فاكر ان في حد يعني مستني لي وقعه، ما كنتش فاكرها دي، ما كانتش في حساباتي خالص. لانه انا علاقتي انت عارف علاقتي بالناس على استغربت ان في ناس استنت. فهي دي اللي ألمتني يعني. لانه كانت مستخبيه بال مش عارف سكينه ده الوقت بقى. لكن انا مسامح كل الناس على فكره، ومش زعلان من حد يعني. البيت كان دوره ايه معاك في الفتره اللي فاتت؟ لا البيت ده مش دوره من دلوقتي يعني، احنا 30 سنة اهو يعني. العيال حسني عنده 28 سنة دلوقتي، ان شاء الله. عبد الرحمن 27، ومريم 25، وامينة داخلة في 21، كلهم يعني عرايس وعرسان وحاجة تفرح ربنا. اتأثروا يعني. اتأثروا. بس دايما انا كنت، حتى عبد الرحمن سخن شوية، بس انا طبعا يعني لا هديته يعني ابوه يعني، وهو بيشوف عبد الرحمن بيشوف وبيتابع. بس انا قلت له لا 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 ان الله يدافع عن الذين امنوا، وفهمته ان شاء الله في الاخر هتفرح، وابوك يعني هتفرح بيه برضو ان شاء الله.